اهلا بحضراتكم من جديد. ابعتوا لنا على هاشتاج اسال احمد عبد القادر، ابعتوا لنا كل اسئلتكم ورسائلكم بالنسبه النهارده لنجمنا احمد عبد القادر، وهنقول له كل الاسئله وكل مشاركات حضراتكم بالنسبه للوفد الجديد ابن النادي الاهلي الكابتن احمد عبد القادر. كابتن احمد، كنت بسالك قبل الفاصل عن افضل مركز او المركز المحبب ليك. كابتن احمد سامي، شفناك في الدوري الممتاز بتلعب مركز 10 في قلب الملعب، بتلعب على الاطراف يمين وشمال. ايه المركز المفضل لاحمد عبد القادر؟ انا يمكن من اول ما بدات كوره انا بدات رقم 10، ده كان اساسي بالنسبه لي، ده المركز الاساسي انا بدات فيه اصلا. اول ما تاسست في الكوره كان رقم 10. رقم 10 ده عشان الناس برضو تبقى عارفه، ده زي المركز اللي بيلعب فيه محمد مجدي قفشه. بالظبط، هو رقم 10 ده. وبعد كده بعد فتره صغيره يعني مش طويله، سنه او اتنين، بدات برضو لما احنا كنا بنلعب لسه ملعب صغير واحنا في الناشئين، كان تقريبا 5×5 كان نص ملعب. فبعدين بدا الموضوع يكبر شويه، الملعب بقى سباعي، بدا الموضوع يكبر اكتر. بعد ما لعبنا على الملعب ال11 بقى وبدانا ندخل في ملعب ال11، خلاص بدات اخد برضو فكره عن الليفت وينج وعن الرايت وينج. فالثلاث مراكز دول بالنسبه لي دلوقتي بادي فيهم بشكل كويس جدا، بس لو هطلع امكانياتي وهقدر العب وانا مرتاح في المركز اللي هقدر اطلع امكانياتي فيه، هو رقم 10 والليفت وينج، دول اكتر مركزين ببقى مرتاح فيهم يعني. يمكن بالنسبه لطريقه سموحه ساعدتنا اكتر ان انا ابقى موجود في رقم 10. وبعد ما في اخر الدوري كده، بعد ما يعني الفرق بدات تعرف شويه ان انا في بوزيشن 10، بدات العب اخر 5 أو 6 ماتشات على الليفت وينج، فكان برده حاجه كويسه بالنسبه لي يعني. ابرز الحاجات اللي اتعلمتها من الكابتن احمد سامي هو كان مؤمن يعني بقدراتك بموهبتك، علشان كده كنا بنشوف على طول احمد عبد القادر من العناصر الاساسيه في سموحه، تتحط يمين، تتحط شمال، تتحط في قلب الملعب على طول موجود. اكتر الحاجات اللي يعني اتعلمتها من الكابتن احمد سامي؟ انا قلتها كتير، كابتن احمد ما شاء الله ما بيتعاملش بس فنيا، هو بيتعامل نفسيا وفنيا وعلاقته كويسه جدا باللعيبه. يمكن اول السنه هو شايف ان انا ما كنتش منسجم شويه مع الفرقه زي ما قلت لحضرتك، اداني وقت اكتر في التمرين، قدر ان هو يطلع الشغل اللي عنده كله في التمرين لغايه لما انسجم مع التيم. وبعد كده دخلت الموضوع مش بشكل كويس جدا، بدانا ان افهم دماغ الكابتن احمد وافهم تعليماته، وفي نفس الوقت بدات انفذها في الملعب، فانا بشكره جدا واتمنى ان احنا نبقى على علاقه كويسه دايما باذن الله يعني. ان شاء الله. واكيد الكابتن احمد سامي يعني مدرب كبير. كان في وقفه مهمه جدا اثناء مباراه الاهلي وسموحه، بعد انتهاء المباراه مستر موسيماني وقف مع احمد عبد القادر، وقتها كان ايه الحوار اللي دار وقتها؟ هو توضيح بسيط بس قبل الموضوع ده، هي الوقفه دي بعد الماتش، دي بعد المباراه طبعا. عشان الناس قالت ان الوقفه دي قبل الماتش، الوقفه دي مش قبل الماتش خالص. انا يمكن مستر موسيماني اول ما شفته على طول شفته بعد الماتش، كان في الوقفه دي بالذات يعني. معانا مستر موسيماني، وكان الدكتور عمرو محب برده موجود، وفي كلام قال لك ايه وقتها مستر موسيماني؟ بالظبط، انا طلعت دخلت الاوضه لقيت مستر عمرو بيخبط علينا، وطلب ان انا مستر طلب من الكابتن احمد ان هو يقف معايا على الاقل 3 أو 4 دقائق. طلعت له طبعا واتكلمت معاه، يعني نظام تحفيز، وقعد يحفزني كتير جدا وقال لي كمل على المستوى اللي انت فيه وحاول لما ترجع تبقى بنفس القوه، واحنا مستنيينك الموسم الجاي واتمنى الاستمراريه. وقال لي على شويه يعني شويه نواقص بسيطه تبدا تشتغل عليها. بالظبط، هو الكلام ده كان بعد الماتش بتاع النادي الاهلي وسموحه الدور الثاني، كان فاضل حوالي تقريبا 7 أو 8 ماتشات بعدها. بالمناسبه كمان مستر موسيماني او دكتور عمرو محب استاذنه من الكابتن احمد سامي المدير الفني علشان يعني يوقفوا معاك الوقفه دي بعد انتهاء المباراه. الدكتور عمرو ومستر الدكتور عمرو استاذن من يعني كابتن احمد سامي. من كابتن احمد، وتمام يعني وقفت مع مستر موسيماني، وهو زي ما قلت لحضرتك حفزني جامد وقال لي على شويه النواقص البسيطه اللي كانت موجوده. والحمد لله انا يمكن 6 ماتشات اللي كانوا بعد كده كنت انا مركز على النواقص، بس يعني بدات تشتغل على النقاط اللي قالها لك موسيماني. بالظبط، كنت يعني مركز على النواقص بس. يمكن انا لو يعني مستر موسيماني تابع 6 أو 7 ماتشات الباقيين، هو يعرف ان انا النواقص اللي هو كلمني فيها تبقى مختلفه تماما، انا متاكد من كده. بس فهو قال لي النواقص اللي كانت موجوده بسيطه عندي، والحمد لله ان انا ركزت واشتغلت عليها يعني. اول واحد بشرك بقى، اول تليفون علشان يقول لك احمد عبد القادر انت معانا موجود ان شاء الله الموسم القادم في النادي الاهلي. اول مكالمه خالص كانت كابتن امير توفيق. طبعا امير توفيق، كابتن امير اداني تليفون على طول قال لي انت موجود معانا الموسم الجاي ويكمل بنفس المستوى ده قبل ما السيزون يخلص مثلا بحوالي يعني شهرين مثلا. بس انا طبعا لما حد بيسالني بقول ان الموضوع بقى في نهايه الموسم، بس هو كابتن امير كان معايا التليفون على طول يعني. استقبلت الخبر ازاي وقتها؟
اي حد طبعا بيبقى نفسه يلعب للنادي الاهلي وفرحت جدا. انت تبقى طالع عار اصلا عشان تثبت للنادي الاهلي انك موجود في الصوره، وهم الحمد لله يعني مجرد ما شافوا المستوى، انا اتمنى ان هو يعني نكمل على كده، اول ما شافوا المستوى طبعا كلموني وانت موجود السنه الجايه معانا، فطبعا النادي الاهلي بيكلمك طبيعي تبقى فرحان جدا طبعا يعني طبيعي. طب اول ما امير كلمك، بحب انا التفاصيل الصغيره لا مع حضرتك، اول ما استقبلت المكالمه وكنت مبسوط اكيد رجعت للاسره؟ اكيد. قول لي بقى الاسره وقتها بعد ما بلغتهم. يمكن انا يمكن بصبر شويه في حوار الاخبار، ان انا بوصل لاسرتي الاخبار لما بكون، يعني انت استنيت شويه برضه؟ استنيت شويه برضه. يمكن انا عرفت اسرتي ان انا هرجع قبل مثلا اخر ماتشين او ثلاثه، يعني ما قلتلهمش على طول اول ما امير قال لك؟ لا 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 خالص، برضه فضلت مركز في شغلك مع سموحه وماتشاتك بالظبط. انا بقى يمكن انا مثلا التفاصيل الصغيره ما بحاولش اكبر التفاصيل قوي لغايه لما يبقى الموضوع مضمون 100% او انا ابقى خلاص مليون في الميه انا خلاص الموضوع اوكي وخدت فبحاول ابلغ بقى اهلي بعدها عشان نفسهم طبعا ان هم يشوفوني طبعا في النادي الاهلي. فانا صبرت برضو لاخر ماتشين، حاولت ان انا اخلص الموسم بشكل كويس مع سموحه الاول، بعد كده التفاصيل دي بقى بتبان في الاخر. فهم فرحوا جدا طبعا، سواء انا او اي لاعب تاني طبعا، اي حد النادي الاهلي بيبلغه انك تبقى موجود الموسم الجاي تبقى فرحه كويسه جدا يعني.